سلم رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كأس بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024 إلى المنتخب المصري الفائز بلقب البطولة. قدم رئيس مجلس الوزراء الذي شهد فعاليات ختام النسخة 26 من البطولة قدم التهنئة لفريق مصر بالفوز المستحق الذي يعد الثالث على التوالي ببطولة كأس أمم أفريقيا، كما يعد اللقب الأفريقي التاسع في تاريخه. وأكد استعداد مصر لتنظيم مثل هذه البطولات المهمة على أراضيها.